هذه الأبيات اشتملت على ثلاثة موضوعات، هي الرواية بالمعنى واختصار الحديث وتقطيعه بحيث يجعل بعضه في باب والبعض الآخر في باب وهكذا. فهذه ثلاثة موضوعات من موضوعات علوم الحديث. أولها الرواية بالمعنى، والرواية بالمعنى أن يأتي الراوي بلفظ غير اللفظ الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه بمعناه، المعنى واحد واللفظ مختلف، المعنى واحد واللفظ مختلف. هذه هي الرواية بالمعنى، يعني أنه يأتي بمعنى، يأتي بالمعنى متفقا مع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان اللفظ مختلفا، بحيث تكون عبارته التي جاء بها لتأدية المعنى تختلف عن العبارة التي جاءت عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. هذا الموضوع هو يسمى الرواية بالمعنى، فما حكمه؟ هل هو جائز أو غير جائز؟ أولا مع اختلافهم في هذه المسألة فهم متفقون على أن الأولى هو الإتيان بلفظ الرسول صلى الله عليه وسلم على ما جاء عنه، لا يختلفون في ذلك، في أن الأولى هو الإتيان باللفظ الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما الخلاف في الجواز، هل يجوز أو أنه يحرم، هل تجوز الرواية بالمعنى أو لا تجوز. أما من حيث الأولى فلا خلاف أن الأولى أن يأتي الراوي باللفظ الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الخلاف في الجواز، هل هو جائز أو غير جائز. اختلف العلماء في ذلك على أقوال، أولها القول بالجواز، القول بالجواز لكن للعارف بمدلولات الألفاظ وبما يحيل المعاني، وإذا كان غير عارف بمدلولات الألفاظ وبما يحيل المعاني فإنه لا يجوز. وإذا فمن كان عنده معرفة وخبرة بذلك هذا هو الذي يجوزون له أن يروي بالمعنى، ومن لم يكن كذلك فإنهم لا يجوزون له أن يروي بالمعنى، من لم يكن كذلك لا يجوزون له أن يروي بالمعنى. القول الثاني يقابل هذا القول، يقول لا يجوز، لا تجوز الرواية بالمعنى، بل يجب أن يؤتى بلفظ الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء عنه، لا يروى عنه، لا يؤدى أو لا يروى الحديث بالمعنى، وإنما يروى كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز للراوي أن يتصرف فيه بلفظ آخر، بل عليه أن يحافظ على اللفظ الذي جاء عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. والقول الأول الذي هو القول بالجواز يستدلون على ذلك بأدلة، من أشهرها أن الشريعة لما جاز شرحها للعجم بلغة أخرى فإذا يجوز يعني أن تؤدى بمعنى آخر بلفظ آخر باللغة العربية. إذا كان يجوز أن يؤتى بها يعني بأن تحول، بأن تذكر معانيها بألفاظ غير العربية من أجل أن يفهمها العجم، فإذا يجوز باللغة العربية من لفظ إلى لفظ ما دام المعنى واحدا، فإنه على ذلك يجوز تغييره أو الاتيان باللفظ بلفظ آخر، لأنه يجوز أن يؤتى أو يبين المعنى بلغة أخرى، فإذا يجوز أن يبين باللغة العربية. لكن كما هو معلوم
يختلف الأمر، لأن اللغة العربية ما دام لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم موجودا والمخاطب به العرب ويراد بيانه للعرب، أو تكون الرواية يعني باللغة العربية، فإنه يحافظ على اللفظ. وأما العجم فإن الضرورة داعية إلى أن يفسر لهم أو يبين لهم معنى بلغة أخرى، أن يبين لهم معنى بلغة أخرى. أما من قال بأنه لا يجوز فهو يقول إن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن يحافظ عليه وأن يلتزم به وأن لا يبدل بلفظ آخر، لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم ليس ككلام غيره في الفصاحة والبلاغة، وإنما هو متميز عن غيره عليه الصلاة والسلام، فيجب المحافظة على كلامه ولا يجوز أن يروى بالمعنى. هذا قول يقابل القول الأول. قول ثالث يقول إنه يجوز بالمرادف، بأن يؤتى بكلمة ترادفها، يعني ما يغير التركيب ويؤتى بعبارة يصاغ فيها المعنى بألفاظ، يعني بألفاظ تختلف عن ألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما يجوز بالمرادف، يعني كلمة ترادفها، تبدل كلمة بكلمة ترادفها، مثل قام ووقف وجلس وقعد، هذه كلمات مترادفة، يعني إذا أتى بهذه أو أتى بهذه، يعني هذه مكان هذه، هذا هو الترادف، يعني معناه كلمتان مختلفتان في اللفظ ومعناهما واحد تماما، مثل قام ووقف، جلس وقعد، الجلوس والقعود بمعنى، والوقوف والقيام بمعنى، فهاتان كلمتان مترادفتان وهاتان كلمتان مترادفتان. قالوا فإذا غير بالمرادف بكلمة مرادفة لا بأس بذلك، أما أن يغير التركيب وتغير العبارة ويترك كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا القول يقول إنه لا يجوز إلا بالمرادف، كلمة مرادفة يؤتى بها بدل كلمة مرادفة لها، مثل قام يؤتى مكانها بوقف، أو وقف يؤتى مكانها بقام، وقعد مكانها جلس، أو جلس مكانها قعد. أما أن يغير التركيب من أصله فهذا لا يجوز على هذا القول الذي يقول يجوز بالمرادف. القول الرابع يقول إنه يجوز الرواية بالمعنى إذا كان يتعلق بخبر اعتقادي، إذا كان يتعلق بخبر اعتقادي فإنه يجوز أن يروى بالمعنى، أما إذا كان يتعلق بعمل من الأعمال فإنه يحافظ عليه، يحافظ عليه، لأن قالوا لأن الخبر الاعتقادي العبرة بالمعنى، والمعنى يكون واضحا، والمعنى يكون واضحا، أما بالنسبة للأمر العملي فإنه قد يختلف، أو قد يعني لا يكون هناك يعني تأدية اللفظ بلفظ آخر، قد يترتب على ذلك اختلافا في العمل، وهذا التفريق لا وجه له، هذا التفريق لا وجه له، يعني بل الأمر في ذلك واحدا، بل الأمر في ذلك واحدا يكون واحدا. القول الخامس يقول إن كان نسي اللفظ فإنه يروي بالمعنى، ما دام أنه يعني عاقل المعنى ولكنه نسي اللفظ، ولكنه نسي اللفظ، فإنه في هذه الحالة يروي بالمعنى، لأنه لو لم يروي بالمعنى لضاع الخبر، وما لا يدرك كله لا يترك جله، وما دام أن المعنى معلوما معلوم ولكنه نسي اللفظ فإنه يعبر عن المعنى بلفظ يؤديه، لأنه لو لم يعبر عنه بالمعنى وقد نسي اللفظ فإنه يكون أغفل الخبر نهائيا، وتركت رواية الحديث،
لكن ما دام أن النسيان وجد والإنسان لا يستطيع أن يأتي بلفظ الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه قد نسي لفظه ولكنه متقن لمعناه وضابط لمعناه فإنه يعبر عنه بالعبارة المناسبة التي تؤدي المعنى وهذا قول قوي، لا شك أن هذا قول قوي، لأن الإنسان إذا كان نسي لو لم يروي بالمعنى ولو لم يؤدي بالمعنى الذي يضبطه لضاع الحديث، وهذا فيه إبقاء على يعني مقاصد الشريعة من حيث التعبد، فما دام نسي المعنى نسي اللفظ يؤتى بالمعنى. هذا القول قول قوي، لأن الترك للرواية بالمعنى مبني على نسيان اللفظ، وما دام اللفظ لا سبيل إلى الاتيان به للنسيان فإنه يصار إلى الممكن وهو الاتيان بلفظ آخر يؤدي ذلك المعنى ما دام المعنى قد ضبط وأتقن. القول الخامس أو السادس، القول الأول الجواز مطلقا للعارف بمدلولات الألفاظ، والقول الثاني المنع مطلقا، والقول الثالث الجواز بالمرادف، والقول الرابع الجواز فيما كان اعتقاديا والمنع فيما كان عمليا، والخامس ما كان نسيانا، يعني مع النسيان تجوز الرواية بالمعنى ومع الذكر اللفظي لا يجوز العدول عن لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم. السادس يقول أنه إذا كان قد ذكر يعني مع الذكر فإنه هو الذي تكون فيه الرواية بالمعنى، مع الذكر إذا ذكر يعني سواء نسي أو ذكر فإنه يؤتى بالرواية بالمعنى، لأن الذي يذكر اللفظ هو الذي يستحضر المعنى، بخلاف الذي يختلف، الذي يعني لا يذكره فإنه لا يستحضر يعني المعنى تماما، ولكنه إذا ذكر اللفظ أمكنه أن يتصرف فيه بالتغيير والتبديل. وهذا إذا كان المقصود به أنه مع النسيان والذكر فإنه يرجع إلى القول الأول، أما إذا كان يجوز مع الذكر ولا يجوز مع النسيان فإن هذا غير عملي، لأن النسيان ما دام الإنسان قد نسي فإنه ليس بإمكانه أن يأتي باللفظ، لأنه قد نسيه، والمعنى هو الذي يمكن أن يأتي به. فإذا كان يعني يمنع في النسيان معنى هذا أنه يمنع في إرادة الخبر وهو الذي يمكن أن يؤتى به وهو فهم المعنى دون اللفظ. القول السابع يقول يجوز في حق يجوز في كلام الصحابة أن يروى بالمعنى، أما كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا يروى بالمعنى وإنما يؤتى به محافظا عليه، يؤتى به محافظا على لفظه ولا شك أن القول بالمحافظة على اللفظ والإبقاء عليه ما دام الإنسان ذاكرا له فإنه ليس له أن يتحول عنه إلى غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فإن هذا يقتضي المحافظة على اللفظ، لأن لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم أولا قوله أديه كما سمعه يعني معنى ما في تصرف، ثم أيضا المقصود من ذلك الاستنباط، ومعلوم أن لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ليس كلفظ غيره، يعني يشتمل من المعاني لبلاغته وفصاحته وإيجازه وإعطائه جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، يعني كلامه يختلف عن كلام غيره فيجب أن يحافظ عليه. ومن المعلوم أن هذا كان فيما مضى، وأما في هذه الأزمنة
فليس هناك رواية، وإنما هناك رجوع إلى الكتب وقراءة ما فيها، وقراءة ما فيها، وليس هناك رواية بالمعنى ولا بغير المعنى، وإنما العبرة هو بالمحافظة على ما في الكتب والأخذ عنها والاستفادة منها كما جاء فيها، لا أن يروي بمعنى، لأن الرواية بالمعنى إنما تكون عند التلقي وعند الحفظ، أما ما دام الكتاب موجودا وصاحبه قد حرره فإنه يجب أن يحافظ على ما فيه وألا يروى بالمعنى. ولهذا يعني قيل إنه يمنع الرواية بالمعنى فيما كان في الكتب، وفيما إذا كان في أمر تعبدي كألفاظ الأذان وألفاظ التشهد وألفاظ الاستفتاح والأدعية فإنه يحافظ على ألفاظها بصيغها التي جاءت عن رسول صلى الله عليه وسلم، يحافظ على ألفاظها ولا تروى بالمعنى. فالذين أجازوه أو أجازوا الرواية بالمعنى يمنعون في ما إذا كان اللفظ التعبدي كالأدعية وألفاظ الأذان وألفاظ الصلوات في التكبير وغيره، فإنه يحافظ على الألفاظ لا تغير بلفظ آخر ولا تروى بلفظ آخر، وإن يؤتى بها كما جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومما يبين هذا ما سبق أن مر بنا في الحديث أن النبي عليه السلام لما علم البراء بن عازب دعاء عند النوم، وكان علمه إياه أولا، وكان في آخره أمت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، ثم إنه أعاده البراء عليه يريد أن يستثبت، فلما جاء عند قوله ونبيك الذي أرسلت قال ورسولك الذي أرسلت، يعني البراء قال ورسولك الذي أرسلت بعدما أتى بالدعاء، النبي صلى الله عليه وسلم قال له قل ونبيك الذي أرسلت، قل ونبيك الذي أرسلت، فأرشده إلى اللفظ الذي علمه إياه أولا، وهو أنه قال ونبيك الذي أرسلت، فلا يغير، فلا تغير الألفاظ في الأدعية، بل يؤتى بها كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يؤتى بها ولا تروى بالمعنى، ما كان تعبديا كألفاظ الأذان وألفاظ التشهد وألفاظ الاستفتاح والأدعية فإنها لا تروى بالمعنى، وإنما يؤتى بها كما جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومن المعلوم أن القول الحق والذي هو أولى من غيره بلا شك أن لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم يحافظ عليه، وأنه لا الأولى هو المحافظة عليه وعدم تغييره وتبديله بألفاظ أخر، لأن لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم هو يختلف عن ألفاظ غيره، وفيه من البلاغة والفصاحة، عنده من الفصاحة والبلاغة ما ليس عند غيره، لا سيما والنبي صلى الله عليه وسلم قال فأداها كما سمعها، ثم قال فرب مبلغ أو عام سامع ورب حامل فقه لمن هو أفقه منه، لأنه إذا جاء لمن هو أفقه لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يستنبط منه أحكام وحكم، بخلاف لفظ غيره فإنه قد لا يشتمل على ما يشتمل عليه لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يشتمل على ما يشتمل عليه لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بالنسبة للرواية بالمعنى. ثم مما ينبغي أن يعلم أن من الأئمة المؤلفين من كان يحافظ على اللفظ ويحافظ على الروايات التي يتلقاها كما جاءت، لا يرويها بمعنى بل يبقي على اللفظ، ومنهم من يروي بالمعنى ويأتي باللفظ مرويا بالمعنى، ومن الذين عرفوا بالمحافظة على الألفاظ الإمام مسلم في صحيحه، الإمام مسلم في صحيحه فإنه كان معنيا
بالألفاظ والمحافظة عليها وبيان الفروق بينها، بحيث يقول قال فلان كذا وعند فلان زيادة كذا وعند فلان كذا، ولأنه كان يروي الأحاديث يعني في مكان واحد ويأتي بأكمل لفظ وأصحيه، ثم يأتي بعد ذلك مشير للفروق بين ما عند هذا وما عند هذا، ففيه عنده محافظة على ألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم وعدم الاشتغال بالرواية بالمعنى. ولهذا لما ترجم له الحافظ بن حجر في تهذيب التهذيب ونقل كلام المزي، لأن طريقة الحافظ بن حجر أنه يأتي بكلام المزي مختصرا، ثم الزيادات التي من عنده يأتي بكلمة قلت ثم يأتي بعدها بكلام من عنده، يعني ليس عند المزي في كتابه تهذيب الكمال، لأن تهذيب التهذيب اختصار لتهذيب الكمال، وعنده زيادات على تهذيب الكمال. الفرق بين الزيادة والمزيد قلت، ما قبل قلت من كلام المزي أو من اختصار لكلام المزي، وما بعد قلت من كلام ابن حجر الزائد على كلام المزي. فإنه قال في ترجمة مسلم في تهذيب التهذيب قلت حصل للإمام مسلم حظ عظيم، يعني في المحافظة على الألفاظ وعدم تقطيعها وعدم الرواية بالمعنى وعدم الاختصار، وإنما يأتي بها كما تلقاها من غير رواية بالمعنى ومن غير اختصار. قال وقد نسج على منواله جمع من النيسابوريين فما بلغوا ما بلغ، يعني ما حصل منهم اتقان العمل كما اتقنه مسلم رحمه الله. وهذه الكلمة التي اشرت اليها كما ذكرت هي موجودة في اخر ترجمة الامام مسلم في كتابه في كتاب ابن حجر تهذيب التهذيب، ففيه بيان محافظة على الألفاظ وعدم الاشتغال بالرواية بالمعنى وعدم التقطيع واختصار الحديث، وإنما يأتي به كما تلقاه دون تصرف. أما الإمام البخاري رحمه الله فإنه يروي بالمعنى ويقطع الحديث على الأبواب ويأتي به في أماكن مختلفة ويختصر، كل هذا موجود عند الإمام البخاري رحمة الله عليه، فهو عنده الرواية بالمعنى وعنده الاختصار وعنده التقطيع للأحاديث على الأبواب، لأن كتابه كما هو معلوم كتاب كما أنه رواية فهو دراية، لأنه يعنى بالفقه ويعنى بالأحكام والاستدلال بالأحاديث على مسائل فقهية، من أجل ذلك يقطع الحديث إذا كان طويلا على أبواب متعددة، من أجل أن يأتي في كل باب في محل الشاهد منه وما يعتبر دليلا عليه، ولا يأتي بالحديث بأكمله، وإنما يأتي به مقطعا من أجل استدلاله على مسائل مختلفة في أبواب مختلفة. ثم المسألة الثانية اختصار الحديث، اختصار الحديث، وقد اختلف فيه من العلماء من قال يجوز الاختصار بشرط ألا يكون فيما يحذفه تعلق بما يبقيه بحيث لا يخل في المعنى، أما إذا كان الاختصار يؤدي إلى إخلال بالمعنى فإنه لا يجوز، مثل قضية الاستثناء، الفرق بين المستثنى والمستثنى منه، يأتي بالمستثنى ويحذف المستثنى منه، بالمستثنى منه ويحذف الاستثنى، فإن هذا يخل بالمعنى، وإنما يعني يجيزون ذلك فيما إذا كان فيه عدم إخلال بالمعنى، بحيث لا يكون لما يحذفه
تعلق وارتباط بما يقيه من حيث فهم المعنى، لأن من الناس من قد يختصر ولكن اختصاره يخل، يكون مخلا بحيث لا يفهم المعنى تماما بسبب الاختصار، أو يترتب على ذلك تفويت شيء لا بد منه ولا يصلح فيه الاختصار، كالمستثنى والمستثنى منه، كالاستثناء فإنه لا يفصل بين الاستثناء والمستثنى منه، لأنه لو فصل اختل المعنى، وكان الكلام ليس فيه استثناء مع أن الواقع أن فيه استثناء، مع أن الواقع أن فيه استثناء. فالمسألة كما ذكرت هي خلافية، ومن العلماء من أجازها بهذا الشرط، ومنهم من منعها وقال إنه لا يختصر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، بل يروى كما جاء بدون أن يختصر. ويقال في مسألة التقطيع ما يقال في الاختصار، بل إن التقطيع أسهل وأولى بالتخفيف من الاختصار، لأن التقطيع حديث طويل يشتمل على عدة معاني، كل معنى يكون مستقل، فيأتي بقطعة منه في بابها، وقطعة منه في بابها، وقطعة منه في بابها، وقد يرويه تاما في مكان آخر. كثير من العلماء فعلوه، ومنهم الإمام البخاري وأبو داود والنسائي ومالك وغيرهم، يعني يقطعون الحديث على أماكن متعددة بحيث يورد هنا في باب، وهنا جزء قطعة منه في باب وقطعة منه في باب، لأن كل واحدة كالحديث المستقل، كل قطعة منك حديث مستقل، فبدلا من أن يورد الحديث بأكمله في مواضع عديدة فيضخم الكتاب، يأتي في كل موضع بما يعني يصلح له، وفي كل موضع ما يصلح له، وهكذا. والآن نرجع إلى الأبيات. قل ايش يقول؟ وفي رواية وفي كما إذا خالف ذو حفظ، وفي من يروي بالمعنى خلاف قد قفي، وفي من يروي بالمعنى خلاف قد قفي، يعني معناها أن الرواية بالمعنى فيها خلاف قد قفي، يعني قد اتبع وظهر واشتهر. أيوة. الأكثرون جوزوا للعارف، ثالثها يجوز بالمعارف. فالأكثرون جوزوا للعارف، يعني العارف بمدلولات الألفاظ وبما يحيل المعاني، هذا هو الذي يجوز له أن يروي بالمعنى. الذين أجازوا الرواية بالمعنى أجازوها بهذا القيد، وهو أن يكون الذي يروي بالمعنى عارفا بمدلولات الألفاظ وبما يحيل المعاني. أما إذا كان غير عارف مدلولات الألفاظ وبما يحيل المعاني فلا يجوز له أن يروي بالمعنى. فالأكثرون من العلماء أجازوا الرواية بالمعنى بهذا القيد. والقول الثاني يقابله، وهو المنع مطلقا. المنع مطلقا، لا تجوز الرواية بالمعنى، يعني ما في تفصيل. القول الأول أجازه مطلقا لكن بقيد، وهذا منعه مطلقا، وأشار إليه السيوطي بذكر القول الثالث، يعني ذكر الأول وحذف ما يقابله، فكلمة ثالثها تشعر بأن فيها اثنين قبله. الأول قد أفصح عنه، والثاني يقابله عكسه تماما. المنع مطلقا، الجواز مطلقا، الأول الجواز مطلقا للعارف بمدلولات الألفاظ، والثاني المنع مطلقا حتى للعارف بمدلولات الألفاظ لا يجوز له أن يروي بالمعنى. ثالثها يجوز بالمرادف، كلمة مكان كلمة، أما التركيب يغير ويؤتى يغير لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم ويؤتى بلفظ آخر غيره لا يجوز، وإنما يجوز بكلمات مرادفة، يؤتى كلمة مكان كلمة، وقف يجي مكانها قام، قعد يجي مكانها جلس، جلس يجي مكانها قعد، لأنهما كلمتان مترادفتان، لفظهما مختلف ومعناهما واحد، لفظهما مختلف
ومعناهما واحد. وقيل يجوز بالمرادف. ثالثها يجوز بالمرادف. نعم. وقيل إن أوجب علما الخبر. وقيل إن أوجب علما الخبر يعني إذا كان في أمر اعتقادي فإنه يجوز الرواية بالمعنى، وإذا كان في أمر عملي لا 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 تجوز الرواية بالمعنى. أيوة. وقيل إن ينسى وقيل إن ذكر. وقيل إن ينسى يعني معناه إذا كان ناسيا اللفظ فيروي بالمعنى، ولا شك أن هذا أمر لا بد منه، من نسي اللفظ وعرف المعنى فإنه يرويه بالمعنى، لأنه لو لم يروي بالمعنى ضاعت السنة وحرم الناس من الأخذ بالسنة. ومن المعلوم أنه إذا أمكن اللفظ والمعنى جميعا هذا هو المطلوب، فإذا نسي اللفظ والمعنى قد ضبط فإنه يعبر عنه بعبارة أخرى، وهذا قول جيد، لأن ما دام حصل النسيان لللفظ والمعنى معروف لو لم يقل بالرواية معناه أنه ترك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وما لا يدرك كله لا يترك جله، ما دام لا يدرك لا يمكن اللفظ والمعنى معا ونسي اللفظ والمعنى موجود فليؤتى بالمعنى. نعم. وقيل إن ذكر يعني معناه أنه إذا كان ذاكرا هذا هو الذي يروي بالمعنى، لأن الذاكر هو الذي يستحضر الألفاظ ويغير ويبدل، لكن إذا كان يمنع الرواية مع النسيان فهذا يعني هذا غريب، لأنه يعني معناه أنه إذا نسي اللفظ معناه أنه يضيع المعنى، ومن المعلوم أن المعنى ما دام اللفظ نسي فإنه يجب المحافظة عليه، معنى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، معنى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن يحافظ عليه إذا نسي اللفظ. أيوة. وقيل في الموقوف ومنعه لدى. وقيل في الموقوف يعني يجوز الرواية بالمعنى في الموقوفات، وهي ما كان عن الصحابة من الآثار، ما جاء عن الصحابة من الآثار يجوز أن يروي بمعنى، لأنه ليس فيه تكليف، لا تكليف فيه. نعم يكون فيه تكليف إذا كان من قبيل المرفوع حكما، وهو ما لا مجال للرأي فيه، وإذا فهذا القول يفصل ويفرق بين ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء عن غيره، فيجيزه فيما جاء عن غيره ويمنعه فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيوة. ومنعه لدى مصنف وما به تعبد. وهذا يعني باتفاق، يعني أنه فيما كان من الكتب وفي بطون الكتب فإنه لا يروى بالمعنى، وإنما ينقل منها كما جاء ويؤخذ منها كما جاء، يؤخذ منها كما جاء لا يغير في الكتاب، وإذا أخذ ما في الكتاب فإنه يعزى إليه كما كان فيه، يعزى إليه كما كان فيه، وكذلك يمنع الرواية بالمعنى فيما إذا كان ألفاظ تعبدية كألفاظ الأذان وألفاظ الاستفتاح في الصلاة وألفاظ التكبير في الصلاة وألفاظ التشهد في الصلاة وألفاظ الأدعية التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذه يحافظ على ألفاظها ولا تروى بالمعنى، يحافظ على ألفاظها ولا تروى بالمعنى. أيوة. وقل أخيرا أو كما قال وما أشبهه كالشك فيما أبهما. ثم إنه عندما يروى بالمعنى يقال أو كما قال، أو كما قال، لأن هذا يشعر بأن اللفظ مو لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم، أو كما قال يعني هذا يشعر بأن اللفظ ليس لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا كإذا كان إنسان شاك بأن هذا لفظ الرسول، هل هذا لفظ الرسول أو ليس لفظه، يقول أو كما قال، أو كما قال. وهذا هو الذي مشى عليه يعني بعض السلف، بعض الصحابة كأنس وغيره، فإنه أحيانا يقول أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
جائز الحلف فبعض الخبر إن لم يخل الباقي عند الأكثر، والنعل في تهمة فإن فعل فلا يكمل أو توصل لخلل. والخلف في التقطيع في التصنيف يجري وأولى منه بالتخفيف. يقول حذفك بعض الخبر جائز يعني من حيث الاختصار، بشرط أن لا يخل الاختصار يعني ألا يحصل إخلال. إشكال حذفك؟ وجائز حذفك بعض الخبر إن لم يخل الباقي عند الأكثر. إن لم يخل الباقي عند الأكثر يعني جائز عند الأكثر، إن لم يحصل إخلال يعني بحيث الذي حذفته له ارتباط بما أبقيته. وقوله عند الأكثر يعني يرشد إلى القول الآخر أو يشير إلى القول الثاني أن غير الأكثرين يقولون بمنع الاختصار، يقولون بمنع الاختصار وأنه لا يجوز اختصار الحديث، بل يؤتى به عند الرواية كما كان بدون اختصار، كما تلقاه يلقيه وكما أخذه يؤديه. فإذا أكثر العلماء يجوز عندهم اختصار الحديث بهذا الشرط، وهي أن لا يحصل إخلال يعني بأن يكون ما يحذفه له تعلق بما يبقيه، له تعلق بما يبقيه. أما إذا كان الحذف يخل فإنه لا يجوز. والقول الثاني يقابل هذا القول وهو قول غير الأكثر، وهو أن ذلك ممنوع مطلقا، لا يجوز اختصار الحديث، وإنما يؤتى به كما جاء بدون اختصار، يروي كما روي ويأخذ كما أعطي، يؤدي كما أعطي، ويلقي كما تلقى. هذا هو القول الثاني. ثم إن من كان ذا تهمة مثلا بسوء حفظه، فإذا يعني وامنع لذي تهمة فإن فعل فلا يكمل خوف وصف بحلل. وامنع لذي تهمة يعني من كان متهما بسوء حفظ يعني عنده سوء حفظ فإنه يمنع في حق اختصار الاختصار، لأنه لو رواه ناقصا ثم أتى به كاملا يمكن يظن أنه لسوء حفظه وأنه زاد، أو أنه إذا رواه مرة كاملا ثم رواه مرة ناقصا فإنه يعني يتهم بأنه قد نسي أو أن فيه خلل روايته. فهو يقول إن من كان عنده سوء حفظ ومن فإنه أو كان متهم مثلا بسوء حفظ أو بالغلط فإنه لا يختصر الحديث وإنما يأتي به كاملا. أيوة. والخلف بالتقطيع في التصنيف يجري وأولى منه بالتخفيف. والخلف بالتقطيع في التصنيف عندما يصنف وعندما يؤلف مؤلفا ويقطع الحديث الطويل على مواضع متعددة كالخلف في اختصار الحديث، إلا أن التقطيع أولى بالتخفيف والتسامح، لأن تقطيع الحديث يأتي به في كل مكان ليستدل بمحل الشاهد، يأتي بقطعة من الحديث التي هي كالحديث المستقل في باب، ثم في الباب الآخر يأتي بالقطعة الثانية وهكذا، لأنه لو أورده كاملا في كل باب فإنه يضخم الكتاب ويعظم حجم الكتاب. قال والخلف في التقطيع في التصنيف يعني يقطع الحديث على الأبواب بحيث يكون كل مشتمل على جمل، كل جملة بمثابة حديث مستقل، فيأتي بهذه الجملة في بابها وهذه الجملة في بابها وهذه الجملة في بابها. هذا يقول أنه جائز وهو أولى من اختصار الحديث، يعني أولى بالتخفيف، القول بالجواز فيه أولى بأن يخفف فيه، لأن الحاجة قد تدعو إليه من حيث أنه يذكر في كل باب المقطع الذي يناسبه وهو بمثابة الحديث المستقل. وهذا مثل ما فعل البخاري، فإن
كثيرة من الأحاديث يقطعها، يأتي بها مقطعة، بحيث يكون حديث طويل ومشتمل على جمل، كل جملة مستقلة في موضوعها، فيأتي بالإسناد ثم يأتي بالقطعة التي تناسب الباب الذي عقده، تناسب الباب الذي عقده، ولا يأتي به كاملا في كل موضع، وإنما يقطعه على الأبواب. وهكذا فعل غيره مثل النسائي وأبو داود، يأتون بالحديث ويقطعونه على الأبواب.